بعد غياب دام لسنوات بسبب تراجع المردود، عيد الكرز يعود إلى بلدية الأربعانة ثلاثا في طبعة أعطت نفسا جديدا لإنتاج هذه الفاكهة ولإعادتها إلى مكانتها في السوق الجزائرية. Mais ça va pendant 5 à 6 ans. Nous avons fait le premier pas pour sa relance. Nous comptons, à les autorités locales, à la prochaine assemblée, à les filles de continuer sur la lance équipe, parce que nous avons plus d'activité, plus de fruits, ou que ce soit le siège, le fruit va dominer. Les séries sont en train de voir les larves, que des dégâts, c'est un chôle. هذا هو تروحن ده الأربعة في الشتاء اللي سيزن فرحة كويس رخام أشنو كل غاشي أرض فرحنا كل غاشي كذا قربي كل سكوسة شغل دي لهنا لسحول هنا. المبادرة كانت فرصة للمنتجين لبيع الأنواع المختلفة من الكرز بالإضافة إلى معرض للمنتوجات المحلية للتعريف بها وتشجيعها. الزاز الحمد لله الحمد لله زر الله يبارك لاشي يسد بكل مكان الله يبارك لاشي تهز فاس نسلي لان دي لارفان ثيرث دا ساكي بروفيتي لوكازيون ناصر هذا دالي غاد والي عامك قري بروفيتي حوسا شوية ومي بطوة تبدو دان كيلو سوريزة تنعرض كخام لا فيت دو سوريز ايش كيت دا اسمك تيه ناخد ثمزغين ديجا سي سنتاجت زيكا ما نبغى دينار الحاجة سنيني ما غنادي الحاجة دينار دينار دي سري سريزة بتدار. هي خطوة لإبراز المنتوجات الفلاحية في منطقة القبائل التي تعرف بتنوعها في الفلاحة الجبلية، ولتعود فاكهة الكرز إلى طاولة العائلات الجزائرية خصوصا مع تسجيل وفرة في المنتوج.